هو مش من كبت الكبت هو الانسان يعني يمنع نفس يمنع نفسه في من الفاحشه على الرغم مما موجود في المتناول فهذا يشعر بالكبت هؤلاء شبعانين عندهم تخمه الذي الذي يعني فتح وكرا للفساد باسم الرقيه ما عندوش الكبت ما عنده شبعان عنده تخمه هذا عنده الفائض فلا لا 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 انما <applause> هذه انا انا اعجب يعني <applause> انا اعجب أنا ما كنعرفش انا شي شي وكر من أوكر هذا الرقاه اللي ما كيكونش تحت عين المقدم كان كنعرفش انا شي مقدم الحومه اللي فلتها لو و... فلت له شي فلت له شي واحد واذا مقدم الحومه خصو يعمل الواجب ديالو لما يشوف لا هذا ضروري الداخليه لابد ان تتدخل اذا كانت وزاره الاوقاف تقوم بواجبها من وعي في المساجد وكذا وزاره الصحه تصدر بيانات وزاره الداخليه خصها تدير الواجب ديالها المقدم راه كيشوف هاد الخينا هذاك داخلين خارجين فين داخلين خارجين لابد من مراقبه لكن هذا هذا ديال البركان هذا ليس راقيا اصلا هذا لا علاقه له بالرقيه الشرعيه مش الا كان هو كيقول الرقي ولا عن لا علاقه له بالرقيه اطلاقا ربما انا كما سمعت لا يصلي ولا له علاقه مع مع بعض المواقع الاباحيه التي تصور افلام البورنو في بلجيكا وكذا و... ثم جاء هنا من اجل هذا الغرض من اجل المال ومن اجل كذا فهذا شيء اخر لا علاقه له بالرقيه ف... فينبغي شوف شوف اعيد راه خصنا نتقي الله سبحانه وتعالى ها واحد الامام حصلوه في الجامع ها واحد بول مؤذن حصلوه مع واحد الولد في المنبر هذا كله فيه هذا ان صح هذا ان صح حق. طيب لنفرض انه ان صح مؤذن فعل شدوا جميع المؤذنين شنقوهم امام فعل نشدوا ما بقاوش نصلي نشدوا الجوامع كل واحد يتحاسب على المسؤوليه فهذا لا لا ولا تزر وازره وزر اخرى يا اخي ربي ربي يقول ولا تزر وازره وزر اخرى لا ليست هناك نفس تتحمل ما يفعله الاخر صحيح. قضيه شرطي فعل ما فعل كل شيء الشرطه فعلوا فعل دركي اخذ الرشوه في الطريق كلهم ل... ما من قالها فالتعميم في اي مجال مرفوض شرعا وعقلا وقانونا مرفوض قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي